Ooh! Wow, wow, wow! What the fuck? ما عادش يقدروك يا ليو ميسي، ما عادش يهابوك يا ليو ميسي، ما عادش يخافوك ويخافوا منك يا ميسي. هادي ما كايناش، ما كايناش. ادري ادري، هاجم ماتش ان شاء الله بربي. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلاي، سعدت لكم بحلقة جديدة من يو سما بويز. لاباس عليكم، كلشي مزيان بخير. اليوم بياس فاجاتنا بواحد التحديث زوين. كما كتعرفوا كل نهار خميس كدير ميزاجور، ولكن هذا الخميس هذا كان كيسحاب لينا غادي يدير الحمله ديال 800 مليون داونلود، يعني 800 مليون واحد تيليشارج هاد اللعبه. لكن لا، عطاونا واحد الرقم اللي سبيشال يمكن بالنسبه ليهم، 777، يعني قريبا 800 مليون، ولكن هذا الشيء كيبان ليا غادي يحتفلوا به حتى الشهر الجاي، باش غادي يكون ديك الحمله ديال بيس 2025 مع الحمله ديال 800 مليون واحد. فهاد الاحداث هادي عطاونا بزاف ديال ايفنتات غادي نشرحهم لكم دابا. غادي نبداو بهاد الباك نيت اللي مكتوب فيه هنا 777 في الكوينز. عطاونا من الاوبجيكتيف الا كملناهم 1 على 18، يعني انا باقي يلا بديت، الا كملنا 18 غناخذو 300 كوينز. هنا لوغ ان، يعني هذاك التسجيل، كل ليلة دخلتي مورا جوج ولا ثلاثة بحال هكا كيعطوك ديك التسجيل اليومي ولا في النهار، راك كتبقى خصك توصل حتى النهار السابع باش تاخد 77 كوينز. إضافة للنهار السابع أنهم كيعطوك في التسجيل الدخول 50 كوينز، يعني راه غادي تكون 100 كوينز غير في هاد الحدث وفي في تسجيل الدخول. بالنسبة للأوبجيكتيف الآخرين شنو عندك هنا في ميسيوات، راه كيما كنقول لكم اللي ما فهمش زعما شي حاجة، سواء كان بيس عنده بالعربية ولا بالانجلي ولا الفرنسي، راه كيمشي كيورك على اي حاجه في هذاك الاوبجيكتيف، كيدير تشالنج وهما كيصيفطوك نيشان البلاصه فين خاصك تقصر هذا الماتش. يعني هما قال لك خاصك تبدا بمثلا ايفنت ديال ضد الروبوت ديال الاي. بالنسبه لهنا الاي نيت عطاونا واحد الفتحه مجانيه على الباك اللي داروا. الدوريات كانوا متوقفين بحكم اليورو والكوبا، داكشي علاش عاودوا صيفطوا لينا غير نفس هذاك اللعابه اللي كانوا في لعبة الاسبوع اللي فات، وعاوتاني عاودوا ميكساوهم لينا. دابا هنا هذا تشانس ديال نمبر 7 كيعطيو 3، عطاو جوج في الباك انا خصك تلعبو، وعطاو واحد انا نوريكم ديك نمبر 7 شنو فيه، اش من اللعابه اللي فيه. بالنسبه لهذيك الباك فابور اللي عطاونا هي الناسيونال ديال ايكيب ديال انتر ميلان، غادي نقصرو نوصلو 3000 نقطه وغادي ناخذو هذا الباك. هنا ما عطاوش شي حاجه، عادي داكشي تاع التدريبات والبوست. عطاونا 50 كوينز وحده ديال المنتخبات باش نشوف، يمكن ديال المنتخب هنا ولا ديال انتر ميلان نيت عاوتاني نشوف. هاي 50 كوينز وحده ديال انتر ميلان، هذا ما فيه والو، فيه غير الفاعليه ديال اوبجيكتيف خصك تلعبها. ها هو الباك اللي غادي ناخذ عليه فتحه فابور وغادي نحلو ان شاء الله هادشي كامل. عطاونا عاوتاني هنا، بالنسبه لي انا ما كانش يجيني دوك صافي، ما بالنسبه الشيء الاخر كامل ما عندي ما ندير به. الا بغاو يتعاملوا معايا عطوني دوك ولا ليفاندوفسكي، حيت ما عمري ما جربتش. اما هالاند ديك النسخه اللي ديجا عندي، نشوفوا دابا شنو حاطين هنا في باك فابور. ها هو الباك فابور، عندك دي بروين، سون حاطينو جاني هاد المره ماشي سيف، مع كريستيانو عاوتاني. كريستيانو بداو كي يحطوا عاوتاني بزاف، حطوه في المنتخبات تاع اليورو وهنا، ودابا حاطينو مع داك الشو تايم. بالنسبه لهاد الباك اللي حطوا اليوم، عاطينك هما غيعطيو 777 كوينز وانت لك الاختيار، زعما بغيتي تاخذ وتشري هاد الباك راه غادي تاخذ، ما بغيتيش راه تقدر دير بها لعيبه اخرى. بحالي انا دابا غنجمع هاد الكوينز غناخذ المدرب اليوم، الحلقه على المدرب ستويشكوف ما سميتش هو كاع، المهم هذاك غناخذو حيت عنده الكويك كاونتر، وانا ضاع لي اكزابي الونسو في الهجمه المرتده وما غنضيعش عليا حتى هذا، وخصوصا انهم دايرين جوج مهارات. المهاره الاولى ديال المدرب هو الهجمه المرتده كما قلت لكم كتوصل 88، اما الهجمه الثانيه الاسلوب اللاعب الاخر سميتو الاوت وايد، يعني اللاعب على الاطراف. المهم عطاو هنا بيريز، عطاو ايبيك بيريز، غادي
شتو انا في ديك اللوجيستيال صراحه ماشي شي حاجه فهمت، كيوصل تقريبا ديك 100 ولا ما عرفتش 101، وعطاو معاه هاد اللعابه هادو تا هما بيدرو سيلفا، روبرت سون، كلوزوفسكي، واتكنز، بيدرو بورو، مايكل اوريازابال، رودريجو، بول توريس، بيرمر، مارتينيز. مارتينيز ديجا عندي صافي، هادشي كيبان ديجا عندي انا في هاد اللعابه كاملين. ما يستاهلش انهم الا كانوا من هنا لقدام ناويين يديروا لنا باكات بحال هكا، غير يقدروا يحطوا شي ايبيك حسن، يقدروا يحطوا مثلا ادريانو ايبيك، وانت ما عندكش ادريان دونك تقدر تشري حتى هو 777 كوينز، يعني دير دلاوه مزيانه، التحديد داروه مزيان، ولكن ما قليل اللي غياخذ هاد الحمله. المهم ستوج كوفيتش حتى هو سميتو معنكشة. المدرب اللي ناخذ اليوم هو هذا، انا نوريكم في كويك كونترول 88 او توايت 88، وكيزيد النقطه ديال البوستر ديال كيكين باور وميسي. عندي انا اذا بدات لي واحد التطوير خاصه نوريها لكم، ولا فيه كيكين باور 103، يعني الا دات هاد النقطه هادي غادي تولي 104. التطوير خاصه ديال ميسي هادي حتى الكور تزاد، كان عندو 95 دابا تزاد جوج نقط 97 ولا في الكور. عندك 103 في كيكين باور، 85 في سبيد، 94 اكسلريشن كيما كانت، بالانس 93، 86 في ستامينا. هادشي راه مزيان. اوكي دابا غادي نمشي نجمع هاد الكوينز، نجمع الايفنتات، نحدد لي باك، وندير لكم تفتيح الباكات، نضربو ديك اللعب اللي غادي يجينا، ونشوفو المدرب، ونقصر في الديفيزيون كيف العادة. سو بلا ما نطول عليكم بزاف، نخليكم تنهرز عليكم، سنعود بعد قليل. بيس. عدنا السلام عليكم، ليكم ما تعطلت. المهم انا الخوت رجعت لكم، دابا غادي نوريكم لي باك اللي خدينا. عندنا فتحه مجانيه على باك ديال الاسبوع، لكن كيف العاده غادي نخليوها هي الاخر. انا غادي نمشيو دابا ناخذ الباك اللي فيه كريستيانو سون وكيفين دابا، ليتس جو. ما كيهمش تكون غادي يجي الاول، حيت اصلا حنا عندنا بثلاثه، دي براين هو الاول، ندوزو الصوت بعدا. باكات كيعجبني نسمع الصوت ديالو. شوفو هنا واش ممكن دونو التاني اللي بقى صون، هاد صون ماعرفش يكون عندو الكور زوين ولا كور، هاد صون معروف ب بروساجات ناضي بحال بليت كول. هاديك النسخة كون جات هادي واه. اوكي نمشيو دابا عند هدا، ليتس جو. هنا غادي نخليو نشوفو شوية التشويق والإثار، نشوفو شمن اللعاب غادي يجي. تشيز سيتي، لا حول ولا قوة الا بالله، فاش كنت باغي شحال من الشادي دابا جا الشادي مدوبل. يا صاحبي صحابني دوكو فرحت، قلت صافي رجع عندي دوكو، عندي هالاند عاوتاني. يلا شوفك انت فاش ما كتبغيش في الاول في الباك عاد كيجي، عطاونا ليفاندوفسكي، عمري ما جا عندي ليفاندوفسكي في شي نسخة. دوكو ولا كنت باغي يعني اودي عطيني هالاند، تا ندير بهالاند غادي يجي عندي. المهم الحدث المهم اللي حاليا الفيديو كيف ما تشوف المينياتور ديالو علاش كيدور على خونا. اوكي دابا غادي ناخدو المدرب ديال ستوشكوفيتش، يا بسم الله ليتس جو. اوكي خدينا، بقات 65 كوينز. نمشيو نشوفو المدرب، حيدو هذا، خطة اللي كنلعبها في الايفنتات من الخطة ديال الأساسية هي هادي. نمشيو نبدلو دابا المدرب. ردو البال بأن ميسي هنا عندو في كيكين باور 103، نورا ليكم هاهي هنا 103، غادي تزاد مزال. حيدو المانجي هنا، ديرو ستوشكوفيتش، باقي سميتو باش تقرا ليا مزيان، ونديرو الكويك كاونتر. الله يك تيم بلاي ليست كويك كاونتر، يا سلام عليك. نشوفو دابا مية وربعة في كيكين باور، يو سي. انسيت حقا ما طورت اللعب، نطورهم دابا. نشوفو شو هالاند هذا ديجا عندي في الايكيب وجا عندي عاوتاني، لوجيك. اوكي اش هو لاست فان دايك فالتراينين ديبرون كيوصل لمية دول ناضي بيهم. كريستيانو اللي كنت مدخل قبل من هذا كان زدت لي المهارة تاع الدبل، تاع تنشوفو هذا فينش 80، وعي هجومي 96، كيكين باور 90، شي لعيبة اخرى. اوكي مبيش الاخر احسن منه، بس انا ما عندوش دبل تاتش.
سون غتكون عنده دبل تاتش، سون مهاري. شوف عنده دبل تاتش نايس. اوكي 93 اتاك اولي، 92 دريبل، فينيش الكور 85 صافي، فينيش 83 بليت سكورر عنده الكور 91 سبيد، 91 88 اكسلريشن، 92 كيكين باور، 90 ستامينا. اوكي نشوفو دي براين عنده كاع المهارات باسات دي براين يعكس باور سيمبل كونترول باسات زوينين كور شحال 83 اكسلام دي براين اكسلام من سون 92 كيكين باور هادو لا الا حتو كاملين واحد في 90 واحد 91 الاخر 92 اوكي جوج لعابين فيهم جوج دبل تاتش في كورس. دابا غنمشيو نقصرو بهاد الايكيب هادي ونشوفو الديفيزيون غادي نوصلو ليه، واش غادي نقدو نوصلو ديفيزيون 4 3 ندوش عليا انا اللي ندوخ شوف قد نوصلو ديفيزيون 3 ولا لا يتسكو. ايكيم باور ديال بلاصه كازاميرو ساكا رونالدي اليوم دو زمان شوفوا هذا شنو داير. ايه امالك على هادشي كان ربعه ديال المهاجمين الفوق وصانع العاب واحد التيكت حتى ما كان الخطه متفق عند المدرب عادي. ليتس جو يا بسم الله ايوا جوني الارسنال زوين ديرين هاد العام خصنا ندير مثلث لافان ارسنال فين كنت وي سير على غير ايه زوين ولكن يا دري يا دري هجم مرشد ان شاء الله بربي. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلاي، سعدت لكم بحلقة جديدة من الحمد لله تسيقنا تحت ما عليك انا ما باس ما ولدش بلو حي فوق انا لوقه بطات لي اودي سنقول خليها خليها على الله صح سير سير على الله صح ميسي ما تحرك معايا ميسي شو ما عليك اوو يا دوني نادي تم احلسي تي نايس نايس تونت لي اباتش واز وين وتشي سي ميسي ديسون يا اختي كنا جالسين هذه هي المتعه ويلي انسحب اكيد تقول ايش وات ذا فاك ايتا طريقة تسلم الصاد شو مالك تا بغينا ريكورد يا صاحبي شي ماتش ناضي عطاوني اوبجيكتيف اللي ربحت 7 تايمز ربحت اوكي 7 مرات ربحت الملكي هذا غيكون ديال ريال مدريد ايكيب ديالها كامله تقريبا نشوفو اوكي ماشي كامل كارباخال كاين شادي شي حاجه تقريبا تقريبا كاين ماشي كامله خصو باقي مازال اللي يلعبو كاين خطه اللي ديال هارد بلا تودي الكويك كاونتر العاديه بلا بوستر اوكي بيساكا خلص عليا في البدايه رودي قال كيف العادة أيوة كان يغلط وغلط كويك كاونتر واع صارح زوين 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 ساعة عجبين أحمد يا حاخويا باش عجبتني كويك كاونتر على اللونغ بول كاونتر ديال ديشام هو انه اللعابه في الدفاع فاش كتكون عندي الكره عند الحارس المرمى
كيكونوا باقيين هما حدا الكاري دي زويد ديال الجول. يعني الا بغيتي تلعب معاهم حتى تيكي تاكا وتشوف الاستحواذ كيمكن لك دير بلاص ما تفزع كره والاستحواذ ضيع لك دغيا. يا غريزو نادي سي سي غريزمان تري دوم باقا باقا جاريز دابا اورجو اعتدى هذا دي برون كيدير بادي غريز سونتر باش يباركي. يا سلام عليك خويا رد الكره هنا زعلي طن انا ني 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 يلا دابا فاش مشى مازال هي في مبقاش مشكلة هادي قلت لكم هجمة مرتدة صعيبة في الدفاع سير على ماشي مشكل تفكش مع هالاند هالاند باك يلا شوف فيك انت هاد الهجمه هادي وما استقالش شي واحد فيكم والله ما بغى يقيس شي واحد صافي بغاتو كره هذا ربحني ربحني مشى مشات مشات عرفت شو حلات في الدفاع الكره كتضرب هنا عندي وعند نجرب واحد الحاجه بما انه الكوي كاونتر هو هذا علاش ما نديروش مثلا ميسي ار ام سانجا هو ال ان دي بروين هنا نحيدو كامافينجا مثلا دي وحدة كريستيانو غادي نلعبو اوت وايد دابا خص قضية تكون شوفو غريزمان مزيان صافي كدابا نديرو دوزا مات اوكي شوفو شنو هنا بعدا نايس التشكيلة ديالو مبيعش مزيان بادي بحال هكا مزيان جا هايلايت طاليان يعني كان كيسبيني حتى في باك ديال فودين شو جا هنايا برناردو سيلفا شو تايم ديال فينومينو باس جورجينيو يمكن دار ليه طوال خاص كيوصل 101 هو ليتس جو ليتس جو نسيت ما بدلتش اللعب اوكي ندير بروميم ميتا كويك كاونتر ودوزام ميتا اوت وايد يا ميسي ما عادش يقدروك يا ليو ميسي ما عادش يهابوك يا ليو ميسي ما عادش يخافوك ويخافوا منك يا ميسي سالينا كيناش كيناش هادي يمكيناش هادي ما كيناش ما كيناش هادي ما كيناش كيش ضحك كيت تاخونا كيت شوف راسو غيخسر جوزي غادي نكمل مازال على البرومات ما فهمتش علاش كيخسروا كينسحبوا دغيا انا قبيله خسرت جوج لواحد كوي كاونتر مزيان ساعة باقي عجبان واخا فيها شي اخطاء ولكن راه قد تولفهم مع الوقت ديرو اوت وايد هنا كلشي وادك ليتس جو او توايد ديال العرضيات كيبقاو اللعاب على الاطراف كتسونطري بهم كيكونوا مساحات في الاطراف بزاف اوكي توايد دبل تاتس نادي صليبا كيمي توايد تصور غادي كريستيانو فين غادي تشتا كورتك اي بيت طاباس زوين دي الاحتفاليه ني اللي غطبل عليه احتفل احتفل كيما بغيتي تخشي بوا
تضرب بوها صاحبي صح او ما نباركيوش هنا ميسي ممكن يستقص لي باس عند كريستيان ديما هادو متنافسين دي بروني وسط هاي هاي كول سون ضربات في اللعاب ديال يلا شوف ويكون لها ما خلاونيش نكون اوو برا ميسي كو كان شي بليد سكول ولا عندي في الاكيب غير واحد كو كان غير واحد غنعذب البشري البروزاج حكيمي اي الله الشوق بغيت نبدل ماتش ما تاخرين بغيت نبدل اللعاب تقسم باسي بالغلط صح مزيان 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 دغيا واو 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 وات ذا فاك تعدت عنه يا كرويف اصبروا على اعتراف يا بلاتيني كل حقيقه يا زيزو انا يتصور افضل انا يتصور اروع انا يتصور ابرع انا يتصور رجل التاريخ الله يا ميسي او دقيقه 45 زدنا جوج دقائق بابا بابا يا ربي فاموس 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 طلعنا الديفيجن 3 فاموس نعدي ميسي هاتريك ميسي هاتريك يس نايس نايس برو يا الخوت هذا بقى عندنا في هذا الفيديو كنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا ضحكنا خلقنا عاوتاني حتى هنا نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو ما تنساوش واحد لايك سبسكرايب كومنت نشوفكم فيديو جاي بيس اوت Une menace a été détectée.